أصبح في بلدنا محاولات لإقامة المسارح، حيث تشكلت فرق من الكتاب المسرحيين وممثلين على خشبة المسرح، لكن مع الأسف ما زالت تقام هذه المسارح في أماكن غير مهيئة من حيث الديكور والإضاءة المناسبة وكذلك الصوتيات، مع أن مجتمعنا يتفاعل مع المسرح رغم قلة الإمكانية. كثرة الحضور والتفاعل من الجمهور دليل على اشتياق الناس إلى مثل هذه البرامج التي تغذي عقولهم، بالإضافة إلى حاجتهم إلى وسائل الترفيه والترويح عن النفس، مضافا إلى ذلك إبداع الفنان على خشبة المسرح. مع قلة الإمكانيات لو تسلط الأضواء عليهم لسطعت نجوميتهم، كذلك لو أتيحت لهم الفرص بشكل أكبر فلن يحتاج الجمهور المتفرج إلى السفر لخارج المنطقة لمشاهدة مسرحيات. المسرح مر بظروف قد تكون هي ظروف التي تحدث عنها الأستاذ عيسى، هي ظرف وجود المسرح. عانى المسرح القطيفي من عدم وجود مسرح مهيئ لنقل هذه الثقافة إلى المتلقي. عدم وجود المسرح سبب مشكلة في عروضنا. في نادي الخليج أيضا ما في مسرح، يبنوا المسرح. فعدم وجود مسرح مهيئ سبب لنا مشكلة كبيرة في العروض وفي تلقي الجمهور لمثل هذه العروض. بعدين شوي خفت الأزمة مع المهرجانات، مهرجان الدوخلة، مهرجان القطيف، مهرجان واحتنا فرحانة، كانت تهيئ خيمة للمسرح. المسرح اليتيم عندنا في القطيف هو مسرح القلعة، ومع ذلك القطيف تحقق مراكز وتحقق إنجازات مسرحية قد تكون ليست على مستوى المملكة إنما على مستوى الخليج. كم واحد أرسل ولده إلى دورة إعداد ممثل؟ ممكن ساعة إلى دورة كمبيوتر، ساعة إلى دورة إنجليزي، لكن دورة إعداد ممثل ما أعتقد أن في أحد في القاعة ودى ولده. هذه الثقافة مفقودة عندنا في المجتمع. حتى نحصل على جيل واعي مسرحي لازم نعد الجيل من الآن. يعني إحنا نفتقد نجومية المسرح عند أبنائنا، لازم كل عمل نجلب لنا نجم من الكويت، نجم من البحرين، حتى يقوي العمل المسرحي. مو نقصا في شبابنا، مو نقصا فينا، لكن نقصا في نجوميتنا. هذه النجومية بيتكم انتم تصنعوها لأولاد البلد، وفيكم تخلوا أولاد البلد على الرف. فالمسرح يحتاج إلى وقفة المجتمع ووقفتكم أنتم. مسرحية أكشن يا جني قمناها على مسرح قلعة القطيف الترفيهية، شهدت حضور جماهيري فاق 4500 متفرج على مدى 7 أيام. العرض الأخير عندنا الجمهور كان يعني موافق أنه يدفع تذكرة بس يوقف عشان يحضر العرض، وهذا شيء يعني نفتخر فيه إحنا. منعنا من مسرح مركز الخدمة اللي يشيل 300 متفرج، وقدرنا نعرض في مسرح يشيل 700 متفرج. هذا الشيء ما جاء من مجهوداتنا إحنا، جاء كذلك من حب أهل المنطقة إلى المسرح، حب أهل المنطقة إلى الحضور إلى هذه الفعاليات الاجتماعية الترفيهية. هذا جزء من المعوقات اللي إحنا تصيبنا أو تواجهنا دائما بعيد عن الدعم. الدعم هذا مجال ثاني وخط ثاني. إحنا قابلين، أعطونا مسرح ولا تعطونا دعم وبنشتغل. احنا المسرح المحلي بني على تراكمات واجتهادات شخصية. مثلا احنا مثلا نفتقد الى وجود الاكاديميات داعمة الى المجال المسرحي. المسرح مو بس موهبة، المسرح يحتاج قراءة، يحتاج متابعة، يحتاج اطلاع على العروض الثانية اللي تصير في الدول المجاورة، وأقربها عندنا مثلا البحرين والكويت. احنا نحتاج كمان كممثلين ان احنا نعمل رفرش الى معلوماتنا الموجودة. هذا الشخص اللي جاي من خارج المنطقة نحاول نعصره بالقدر اللي نقدر عليه الحصول على هذه الثقافة. المسرح المحلي موجود ويقارن بجميع المسارح الثانية فكرياً،
تظل بعدين موضوع الإمكانيات وهذا. الحمد لله عندنا حاليا خريجين يعني من محافظة القطيف، حاليا عندنا يمكن الفترة الحالية الجديدة 3 خريجين من المعهد العالي للثقافة والفنون المسرحية بالكويت وبمراتب شرف. وجود جمعية الثقافة والفنون وإن وبمحدوديتها يعني بمحدودية دخلها ومصادرها قاعدين تقام ورش سنوية في إعداد الممثل وإخراج أجيال جديدة مسرحية بشكل سنوي أو بشكل فصلي، خلينا نقول في كل نص سنة نلاقي في ورشة إلى إعداد الممثل وفي ورشات كتابة وفي ورش بمختصين من الجمعية، وساعات يكون في لا ناس منتدبين من خارج المملكة. هذه الشغلات اللي قاعدين نحاول نطور في يعني نطور روحنا فيها. بالنسبة للمسرح النخبوي لمستوى القطيف، أنا ما أشوف أني مسرح نخبوي في القطيف، نخبوية في المسرح مو موجودة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية على وجود المهرجانات أتاحت وجود المسرح، صحيح؟ على سبيل المثال الدوخلة، الدوخلة موجود المسرح لكن ما شفنا وجوه قطيفية أبدا، كلها من الكويت ومن البحرين وغيره. فأيضا وجود المسرح في المهرجانات ما ساعد على وجود المواهب السعودية والقطيف بالتحديد. ذكرتم أن هناك قصور بإعداد الجيل المسرحي، أين هي الورشات في الساحة؟ لماذا لا نسمع عنها؟ الورشات المسرحية لإعداد مسرحيين. سؤال ثاني، ذكرتم كذلك افتقاد الأكاديميات الداعمة للمسرح، ألا يوجد لديكم كمسرحيين خطة لعمل جمعية أو تجمع لكم لإنشاء أكاديمية متخصصة؟ إلى أي نوع ينتمي المسرح القطيفي خاصة والمسرح السعودي؟ تكلم الأستاذ عن نقطة مهمة عن الاستثمار في المسرح. الاستثمار في المسرح هو ليس استثمار فقط في الفنان، استثمار في المكان، في صناعة المسرح، في الإضاءة، في الديكور، والأهم من كل ذلك الكتابة المسرحية. كنت أتوقع أن أستمع من بعض من الأخ أحمد أو المسبع عن تاريخ الكتابة المسرحية في المنطقة. النقطة الأولى تتعلق بالسيناريو. من الواضح أن دول الخليج تعيش أزمة سيناريو وأزمة تأليف، هل هذا ينعكس على منطقتنا؟ هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية يعني هو متعلق بالحالة الدينية، هل لها أثر على الإنتاج المسرحي في البلد وهل هي أحد العوائق؟ كنت أتمنى يعني أن نلقي الضوء على مسيرة المسرح تاريخيا. الأستاذ مسبح شوي استعرض جزء منها، يعني أيام اللي كان المسرح في المدارس والأندية وكيف كان تأثيره وتفاعل الناس معه، ثم مرت مرحلة ضمور وخمود في العمل المسرحي بشكل عام، ليس فقط في المنطقة وإنما على مستوى المملكة بشكل عام. ولعل هذا أثر في انسحاب الكثيرين من يعني الرواد اللي كانوا في المراحل الأولى وانكفائهم. الآن إحنا نشهد مرحلة إقبال جديدة، مرحلة يعني تحول جديد، وفيها العديد من الإفرازات، واللي تكلموا عنه الإخوة بأنه في إقبال مسرحي كبير، في نشاطات مسرحية يعني متواصلة سواء في المحافظة أو في خارج المحافظة من أبناء المنطقة بشكل عام. لكن اللي ألحظ بأن في انقطاع، يعني ما في امتداد إلى نفس الكوادر المسرحية من كتاب وممثلين يعني بحيث برزوا وأصبحوا رموز ونجوم معروفين.